حياتنا اللي بتخلينا نرصد هذه المحاولات الاختراقات وبنعمل للوقاية. يعني مثلا نحن في مجموعة مشت السعودية قلنا نجيب وننبههم اخواننا عملوا احصاء استدعيناهم واحد واحد وانا تحدثت مع بعضهم قلت لهم اللي انتم ماشيين فيه ده مشروع عمالة مشروع تجنيد. جو ناس الاتحاد الاوروبي برضه بنفس الطريقة عاملين لهم لقاءات للصحفيين وكلهم دايرين يرتعوا ويستمروا في خرق المجتمعات. من جهة